بعد انتظار 13 سنة نزل الجزء الثاني من فيلم أفاتار، هل كان يستحق كل هذا الانتظار؟ كبداية لازم تكون شايف الجزء الأول عشان تشوف هذا الجزء، لأنه أحداثه مكملة له. باختصار، المخرج جيمس كاميرون بعد ما خلص الجزء الأول وحقق أعلى إيرادات في التاريخ للفيلم، كرس كل حياته طوال هذه المدة عشان يبدأ في الجزء الثاني، وبالفعل طلع لنا بهذه التحفة أفاتار ذا واي اوف ووتر. فيلم كل اللي أقدر أقوله متعة بصرية، وما ينفع تشوفه في الشاشات الصغيرة ولا 2D، لازم تعيش الفيلم بأفضل تجربة ممكنة. فهذا الفيلم راح تعيش تجربة المغامرة والدراما والأكشن طوال مدة 3 ساعات و12 دقيقة. العيوب اللي ممكن أكون واجهتها بالفيلم إنه القصة عادية، ما كانت مرة واو. والعيب الثاني هي مدة الفيلم، وكنت على أعصابي إني ما أبغى أوصل لمرحلة الملل. ما أكذب عليكم، وصلت في جزئية حسيت إني أبغى الفيلم يخلص عشان ما أظلمه بسبب مدته. مع ذلك الفيلم عجبني أكثر من الجزء الأول. تقييم الشخص لفيلم أفاتار ذا واي أوف ووتر 8.5/10. سلام.